بدون ارتداء الأقنعة حضر آلاف الأشخاص مهرجان موسيقى الفراولة في ووهان المدينة الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة. وبدأ أكبر مهرجان للموسيقى في الهواء الطلق بعد تأجيله ثم إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لكن منظمي المهرجان أكدوا أنهم اضطروا لتقييد عدد الزوار هذا العام. وقد عاش الناس في ووهان أكثر من شهرين من القيود الصارمة خلال الإغلاق الأول في العالم بسبب هذا الوباء العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة خالية تماما من الفيروسات وفقا للبيانات الرسمية. ويقام المهرجان في حديقة ووهان غاردن إكسبو بمشاركة عدد كبير من المطربين والفرق الموسيقية الصينية، كما تقام فعاليات مماثلة لمهرجان موسيقى الفراولة في مدن أخرى في جميع أنحاء الصين بما في ذلك بكين خلال احتفالات العيد الوطني التي تستمر 5 أيام.